يقال له الميان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، كونوا لقبول العمل أشد اهتماما، أشد اهتماما منكم بالعمل، فإنما يتقبل الله من المتقين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. معاشر المسلمين، الله الله في إقامة الصلوات، فلا حظ في الإسلام لمن ضيعها. غضوا عن محارم الله أبصاركم، وصونوا عن الغيبة والكذب ألسنتكم، لا تشوبوا عيدكم بالآثام والمحرمات، وطهروا وطهروه من الفجور والمنكرات، لا تهدموا بنيانا شيدتموه برمضان بمعول المعاصي فيخر عليكم سقفه من فوقكم. قال الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، أظهروا في هذا العيد سروركم، ولا تجددوا فيه ما مضى من أحزانكم. أحيوا في هذا العيد للرحم وصلاً، واستبدلوا الخلاف فيه مودة وقرباً. أصلحوا فيه شقاقكم، واجمعوا فيه شتاتكم، فإنه لا يدخل الجنة قاطع للأرحام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. أكرموا جيرانكم، وأطعموا جائعكم، وأدخلوا السرور على نسائكم وأطفالكم فيما أباحه الله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، معاشر النساء، أنتن وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيراً. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم، أن يستوصوا بالنساء خيراً، وأن يحسنوا إليهن، وأن لا يظلموهن، وأن يعطوهن حقوقهن، ويوجهوهن إلى الخير، ويوجهوهن إلى الخير. فالأم قرة للعين، برها واجب، وحبها إيمان، والبنت فلذة للفؤاد، والأخت حب ووداد، والزوجة سند وعتاد. فاستوصوا بالنساء خيرا، والمرأة عماد للأسرة المسلمة، وذخيرة للأجيال المؤمنة، بصلاحها أما وأختا وبنتا، يسمو الرجل وينقل أبا وأخا وابنا. معاشر المسلمات، زينتهن التقوى والحياء والحشمة والعفاف. احذرن من جمال مدعى وزينة متوهمة
صاحبة، قال تعالى: وأن يستعففنا خير لهم. إلزمنا أخلاق المؤمنات ولباس الصالحات وحلية الطيبات ولباس التقوى، ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أيها المسلمون، أديتم فرضكم وأطعتم ربكم وصمتم شهركم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وعيدكم مبارك، افرحوا بفطركم كما فرحتم بصومكم، جعل الله سعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا، وزادكم في عيدكم فرحة وحبورا وبهجة وسرورا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا.